فطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها طات سلام أخربت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام السماء الثانية الجزدانية مريم عرش الله المتعال قبلت البشرى الجبرائيلية حين بشرها النذير وقال بالابن الخالق تحبالين وعطها علامة للتصديق ألي صابت عاقر لسنين واليوم حبل بنبي وصديق تمت 16 بتمام لها من بعد العقرية لا يقول لها قط كلام إلا وفي قدرة أزلية ترى البشير صعد لمولى فكرت مريم قائلة أقوم لأنظر هذا الحبل وأرى فتركت الناصرة والتخوم جات الحمامة الوديعة كندا حرمون فجبل صهيون سحابة وأمطرها بديعة أمطرت طل الرخا في صهيون فطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها طات سلام أخربت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام جذب شمس البر سواعديا حملا للعجلة النارية وفعين كريم حل برويا ودخل إلى بيت زكريا حل القصر النفساني وأقدم عجلة نارية حامل واحد ليس له ثاني خالق زلي نار محية حمامة يمامك قول سليمان ونخلة حملة أسمار الحياة بشرتنا بسلام واطمئنان والشفاء من منكبيها قبلنا حمامة تصيح في أراضينا وقفت في بلاد الأموات وعلى من كبيها برينا ليصير الأرض كما السماوات خرج العبد يتلقى مولاه جفل عاقر له ستر حجاب وجوف الصبي فيه أنشى في عرش اللحم وفي حضن الأب فطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها طات سلام أخربت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام خرج الصبيغ للقاء ربه والصنع احتاجت للصانع وتنازل إليها بغزير حبه فعل كل شيء بغير مانع
دنت العقير لتعين الأمر والليل المظلم حضن النهار. العقير ليل وسرجها القمر والصبي نهار وشمس الأبرار. دل السيد القدير يده وأدناها من داخل الجوف، وبيمينه عمد عبده ونضح عليه رشاش الزوف. دهش العبد من لقاء مولاه، تحرك وتهلل في الجوف، سجد المخلوق لمن أنشى وامتلأ رهبة ورعدة وخوف. زمن يهب عبده عطاياه ويعود يتسولها منه، إلا إلهنا المفتقر برضا وبمسكنته أغنى عبده. قطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام. ربنا عماد يوحنا عبده في الجوف وملاه بروح التهليل، ورجع سأل الصبغة منه كأنه محتاج وهو مغني جليل. راقص داود قدام تابوت العهد وهو محمول على الدواب، راقص يوحنا قدام رب المجد وهو في بطن أمه وفي حضن الأب. زمر يا داود بأرغن وكسار، كل الرحمة والحق تلاقيا، الحق أشرق من الأرض يا جهار، والعدل هو يسوع أهي شرهيا. سمعت العجوز خاص السلام وهو خارج من فم صبيا، سلام من فم حمام ويمام، فامتلأت بالنعمة الإلهية. شهد الصبيغ والدات ربه وامتلأ حكمة وسر وبرهان، ولوقته صح على فم أمه قال مبارك أنت في النساء. قطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام. صارت حواء أم الأحياء وصارت أما للأموات، لما لعنت بالمعصية ولعنوا بها كل النسوات. صرت مباركة حين باركك ربك بملائكة وغبريال، وجميع النسوة تباركوا بك وعتقوا من كل ضلال. ضلال آدم ضل الرجال والجميع صاروا به ملعين، وبيسوع ابنك الرب المتعال
تبارك جنسهم أجمعين، ضمنت لي كل البركات، من أين لمجيء أم ربي إلي؟ طوباك يا من قبلت الكلمات وأمنت بأنك أم الحي. طاب قلب مريم البتول، صاحت للوقت بصوت ما بها، وسبحت الله وبدت تقول: تتعظم نفسي بالإله. فطرت حمامة في بيت زكريا، وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام. ظهر تهليل روحي بالخلاص، خالقي في أحشائي وهو الصانعي، نظر لتواضعي بغير انتقاص، أنا أمة وأم وسماء. ظهر فضل لكل الأجيال، ومن الآن يعطوني الطوبى، قد حل في أحشائي ابن المتعال، وأكمل بي الرموز المكتوبة. عظائم صنعها بي المتعال، قدوس اسمه في علو سماء، ومراحمه إلى كل الأجيال، وعهود أكملها لأصفيا. علو زرع صنع القوات والأعز، من الرتب أنزلهم، أسقط الشياطين من السماوات ليجلس الناس في مراتبهم، على الجائعين واشبعهم خيرات، والأغنياء قد أرسلهم، فارغين فقراء من الصالحات ليحتاج إليه ويخلصه. فطرت حمامة في بيت زكريا، وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام. عندما تزوجت رفقة بثبات، ودعوها أخواتها قائلين: أنت يا أختنا لألوف وربوات، وزرعك يا ريس مدن معاندين. غابت رفقة وظهرت مريم، قالت: هذا القول حقا يقين، طرد المعاندين من جلال أعظم، ورفع عوادهم المتواضعين. فتى إسرائيل ابن إبراهيم، عضدوا ورفعوا وبارك زرعوا، من نسل أنا ابنة يوقيم، ظهر منه رب ورفعه، قد صار ولدي نسل ليعقوب، وإبراهيم وإسحاق نال الميثاق، قد حل في أحشائي إله مرهوب، وأكمل بي المواعد والميثاق.
أقامت مريم عند إليصابات 3 أشهر متوالية. كمل الزمن وجات الأوقات لميلاد كروز المعمودية. قطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها طات سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام. كلمت العجوز الصبية وقالت لها امضي بسلام، يا مركب لحمية ونارية جالس عليها منشئ الأنام. لا يمكن أن الأمة تجلس والسيدة تخدم بقيام، امضي لبيتك يا سما مقدس، رجعت البتول إلى بيتها بسلام. مضت رجعة للناصرة حمامة في فمها غصن الزيتون، طرد الطوفان كل خطية قد بشرت نبيله مكنون. نايم غافل ودنا وقتي وشمسي قربت للمغيب، وتدانت وقربت مسكنتي وأنا بجميع الخطايا معيب. هامتي مطروحة قدامك وعلى قدمي ساجد وذليل، اتخذيني من خدامك يا والدة يسوع مانويل. قطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام. ولا شبابي واقترب الحصاد والزارع طالب حصاد زرعه، وانا سالك في كل فساد حائد عن احكامه وشرعه. والساعة اقتربت مني والحاكم عادل عديم الجور، ولا صدر حنون يضمني وموضع عذابي عميق بالغور. لاحظيني يا والدة الإله، من غيرك أجد لي ذنبي ضمين، اسألي ابنك يوهب لي حياة يا عون الفقراء ورجاء المساكين. يا مريم إن كان عدوي يزير طالبا حقلا ما تعب فيه، الأولى هو ابنك رب قدير جابلني وأنا من صنع يدي. يورثني ابنك هو أولى بي ولا يورثني عدو شرير، ابنك يمحي رق ذنوبي ويجعلني في كرمه آجر. قطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية
لقاء والدات منشئ الأنام. ولا يحسب علي ذنوبي ولا يجعلني ذليل وأسير، وإن كنت لا أصلح لصوابي فمرحم عميق وفضل غزير. لا تودعيني لآخر السوء لئلا يضيع راسي المال وأموت، أستحلفك بالعهد الموثوق تشفعي في أمام رب الصباوت. وسلام ابنك فليدرك شعبي سوس حميهم أجمع نساء ورجال، ورتاب ملتنا طالبين عفو وبه يبلغوا كل الأمال. يا من خلصت سفينة نوح وعلى رسلك حلت بالروح، اجعل باب البيع دايما مفتوح بصلاة مريم بابلس ينال الفردوس. فطرت حمامة في بيت زكريا وفي أميالها عطت سلام، أخرجت ذات العقورية للقاء والدات منشئ الأنام.